يحررني في هذه العشية الندية من مثايا حزيران أن ألتقي بكم شعراء وأدباء ومثقفين وأوفياء للشعر والإبداع، وقد جئنا لنحتفل معا بإطلاق كتاب سفيرة المحبة والثقافة بين لبنان وأستراليا والدول العربية كافة، الدكتورة بهية أبو حمد عن شرب البعيني، وعنوانه شرب البعيني منارة الحرف. وقد قدمت من القارة البعيدة لتفي عهدا قطعته على نفسها إزاء قامة أدبية وإنسانية هامة لعبت دورا رائدا وجامعا ومحيا للأدب العربي والشعر العربي والثقافة عامة في القارة الأسترالية المترامية على مدى عقود. وإني لأحار بمن أبدأ، أبي البهية التي ندرت العمر وما اختزنته من ثقافة في عالم القانون وعالم الأدب والشعر من أجل إبراز المواهب والطاقات وتشجيعها وإطفاء القلق على كل جديد وكل مفيد وكل إنجاز وجدت نفسها تفاعلت معه واستثارته واستحق التنويه والتشجيع والتقدير والجوائز. وعلى خطى الكبير شرب البعيني سارت الدكتورة بهية، وقد تأثرت بمواهبه وديدنه ومنهجه في إطلاق المواهب وتشجيعها عن طريق نشرها في الإعلام الذي أسسه الإعلام العربي الذي أسسه في أستراليا، وبخاصة في تلفزيون ومجلة الغربة والإذاعة أيضا، وعبر المهرجانات التي تقام لمنح الجوائز للمستحقين من أبناء الجالية اللبنانية والعربية الكبيرة والمقيمة هناك، وتحتاج إلى من يحتضنها ويرعاها من أهل الضاد والمجلين فيها. ولعل الدكتورة شاءت كما أعلنت في مقدمات الكتاب أن تفي الأستاذ شربل حقه من الوفاء وأن تبادله العطاء بالعطاء والعرفان بالعرفان، فأكبت على دواوينه الشعرية البالغة 15 ديوانا في الفصحى والعامية درسا وتحليلا وتحريقا مع رؤاه وتجلياته، وأضفت من روحها ومضاتها وشغفها الكثير على مختاراتها من تلك القصائد، فأمتعت وأسعدت واستحقت الشكر. وبدوري وقد أتيحت لي فرصة الكلام في كبير من بلادي ولو على عجل، أن أنوه بشخصه الكريم والفريد وبمرواته ونبله، وقد عرفت عنه الكثير من خلال آل الحداد الكرام ونحن اليوم في ضيافتهم، أصدقائه المخلصين والذين لم يتوانوا يوما عن ذكره والاعتراف بمزاياه وخصاله الحميدة، سيما وأنه أولى أدب الدكتور الغائب الحاضر عصام أهمية كبرى، ومنحه جائزة شرب البعيني وكرمه في أستراليا وعلى منابرها ومن خلال الكتب التي أتيح لي مطالعتها، وما أرسله إلي الشاعر منها في البريد بناء على طلبي.
ولذا أسمح لنفسي اليوم أن أقول أنه أرزة من لبنان زرعت في المهجر واستظلها اللبنانيون وسواهم، وشهدت للبنان الإنسان والقيم والعادات والانتماء، وجمعت ولم تفرق، وابتلت ولم تنقض، لم يدع مناسبة وطنية يحييها لبنان إلا وأحياها في أستراليا، ولا حدث من اليمن أو كرامة أبنائه إلا وأطلق صرخته هناك، ولم ينسى الأشقاء ولا بلدانهم ولا المحنة، ولكم تغنى بالشام وبغداد وعمان وسواها، ولكم شقه ما سال من دماء أبرياء، وما ألم بالشعوب العربية إثر ربيعهم الذي لم يزهر قط. دكتورة بهية مبروك صدور ولادة شرب العين منارة الحرف، الذي شئت أن يزهر في لبنان موطن الشاعر وجنته الأولى والأخيرة، فردوسه الأغلى والأحب. لكأنك ترسخين محبته في القلوب، قلوب عارفيه وقارئيه وقادريه، تحيين ماضيا عذبا سماء توارت أو خجبت. جمعت دررا من الشعر من مؤلفاته العديدة، مختارات تتلألأ في الإيقاع والإيحاء، بدءا من ديوانه مراهقة، مرورا برباعيات الله، ثم الله ونقطة زيت، ثم عبلة، ثم مناجاة علي، اشتقنا، أوزان، ظلال، قصائد مسلية، الغربة الطويلة، ابن مشلية، جنينة الشجر أو جنية الشجر، مشي معي، قصائد اسم ديوان، وانتهاء بديوانه أغنية حب إلى أستراليا الذي أعلن فيه شكره وحبه وفخره بأستراليا البلد المضيف أرضا وشعبا، والوفاء لها عرفانا وامتنانا. رحلة الألف ميل لشرب العيني صارت موجزة، ومن فاته مرافقة الشاعر في محطاته العديدة لربما سيجد ضالته في كتاب الدكتورة بهية الذي اكتنز من الدر أنقاه ومن الجمالات أنقاها وأسماها. شكرا لك، شكرا لكم، والسلام عليكم.